ايه رأيك في قرار اللي اتخذه مجلس الوزراء بحظر التجوال النهارده الصبح؟ شايف ان هو هيحد من فيروس كورونا ولا هيوقف حال الناس زي ما بيقولوا، ولا شايف نوع؟ والله هو بس من غير اي قرار، انا احب اقول الاول ان الشعب من غير اي قرار مش لازم يستنى اي قرار، لازم هو اللي يتحرك بنفسه، علشان قرار المجلس الوزراء بيقدم خطوة ايجابية في مسيرة مصر نحو القضاء على فيروس كورونا. خطوة حلوة جدا ومناسبة جدا، والقرار بصراحة سريع، ودي احلى حاجة ان احنا في الكرايزيس او الازمات يبقى ناخد قرار سريع. انا شايفة ان ده فيري فيري جود، ويا ريت ده يبقى البيهيفير بتاعنا بعد كده. ايه المشكلة؟ اغلاق المقاهي ممكن، انا معاكي، لكن المطاعم في حد بيستغل على الاكل والشرب؟ ما حدش. هو يبقى الاشراف على المطاعم، يعني يا ريت يبقى في مثلا وزارة الصحة بتبعت حد للمطاعم تشوف المطابخ شكلها ايه، تشوف العمال في تعقيم في كده، بس المطاعم. لكن بالنسبة للمقاهي طبعا دي يعني ما بلاش، لازم تتقفل. قرار سليم 100%، وده كان نوع من التدابير الاحترازية اللي الدولة كانت المفروض اصلا من البداية منذ ظهور الفيروس في عديد من الدول ان هي كانت تتخذ الاحتياطات دي وتنزل قرار زي كده، وده بنعتبر برضو حظر جزئي، وده الاحسن، احسن من الحظر الكلي، وده أفيد طبعا لينا وللمجتمع وسلامة المواطنين. قرار المفروض يعني يتعمل من بدري، يعني القرار ده متأخر صراحة. يعني تاني حاجة، عشان خاطر احنا كشعب مشكلتنا اللي احنا بنستهتر بالحاجة وبنقعد نتريق. الناس داخلة بهمجية على الأسواق، داخلة بهمجية كأننا في حظر. يعني بنتكلم، أنا دلوقتي مش لابس كمامة ليه؟ عشان بتسع جنيه وعشرة جنيه. طب وده واعي إن أنا أجيبها بتسعة وعشرة جنيه؟ حرام. اجيب لي بنتي ولا اجيب لي مراتي بكام؟ لازم اجراءات صارمه وبدون تهاون وبدون هزار. دي حاجه هتبقى يعني لصالح المجتمع ولصالح الدوله والافراد، لان كده لو الموضوع خرج من ايديهم هتبقى كارثه ملهاش حل. اللي مش بينفذ القرار بيلاقي الحكومه عنده، ده برضو بالنسبه للمناطق الشعبيه، بيلاقي الحكومه عنده بتكسر له القهوه كلها، وده قرار صح على فكره جدا، وانا مع الحكومه قلبا وقالبا في اللي هم بيعملوه ده. شايف ايه السبب اللي خلى الناس تنزل وتتجمع في الاماكن العامه والمولات بعد الاجراءات اللي خدتها الدوله وتحذيرها اكتر من مره من التجمعات الكتير؟ انا شايف ان دي عاده وطبع في الشعب المصري. لو يعني في ايام الثوره لو حضرتك تفتكري كان في حظر تجول كامل وتام، وللاسف الناس علشان دي عاده عندها وطبع عندها برضو، يعني الشعب المصري بيميل للتجمعات وبيميل للعشريين بطبعهم وبيحبوا التجمع والزيطة والكلام ده كله، فدي حاجة عمر ما الشعب هيغيرها ولا الحكومة هتقدر تغيرها في الشعب، وطبعا دي من العادات الخاطئة. النزول للعمل لكن التجمعات في المولات بتهالي بلهاش لازم. هو بينزلوا يجيبوا مثلا، ينزلوا يجيبوا حاجات، يجيبوا أكل، يجيبوا يعني تحس اللي هو ايه داخلين بقى على الحرب، اللي هو بينزلوا يجيبوا الحاجات دي عشان خاطر ايه زي خزين. فالموضوع دوت انا شايفه ان هو غلط، يعني المفروض ما فيش تجمعات اصلا. بص اقول لك على حاجه، احنا شعب دايما متعلمين الموضوع اللي احنا ترفيهي، احنا بنحب الخروجات وبنحب الكلام ده كله، على قد بيبقى عندك كبت او مفيش فلوس بس عايزه تخرجي وتقعد على الكورنيش على الاقل. ده الشعب المصري ومش هيغيره، حتى لو عمل حظر تجوال هتلاقينا كل يوم خارجين وعاملين والكلام ده.